ماذا قال سليمان أبو عريضة المرشح لرئاسة النادي الإسماعيلي بالإضافة إلى علي غيط ونصر أبو الحسن عن المديونية وكيف يتم الصرف على النادي الإسماعيلي؟ فقال: هنصرف، حد تاني يصرف يتفضل يوريني نفسه، مش عايزين منظرة. الموضوع لما بتكلم فيه بيعصبني وبيحرق دمي، ان انا الاقي ناس ليها ظروف يا باشمهندس ويبقى الوضع كده. لا ندفع، ندفع 5 6 10 15 ندفع وهناخدهم. هاخدهم، مش هسيب حاجة. ان وقع 1 ولا 2 في دهية عربية ولبس في شجرة بمليون جنيه، دكتور فرج لا يفتح سكر. لما يكون بيكلم الناس دي كده قدامي والناس دي بتقول له احنا نعمل كذا ونيجي نعمل في القطاع كذا ونيجي نسوي كذا، لا يبقى حرام عليا، حرام عليا يا جدعان اسيب ده. فالقصه من اولها لاخرها محتاجه امانه، ومحتاجه اللي يقول كلمه يبقى قادر ينفذها، واحنا هنعرف بعض.